بعد تألق النخبة الوطنية في مختلف المسابقات، الجزائر تتجاوز أحسن أرقامها في تاريخ مشاركاتها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم الكاراتيه الجزائري يكتب تاريخ كبير جدا، للمعلومة أنه ولو في تاريخ مرة في تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط بلد يفوز بست ميداليات، ولأول مرة الجزائر تفوز بأربع ذهب واثنين فضة ولا ميدالية برونزية، يعني ستة في نهائيات من أصل عشرة. عشرة في النهائي ما كاش في الإحصائيات تاعنا، احنا كنا نتوقعوا باش يكونوا ستة في النهائي على الأكثر، لما لحقنا عشرة في النهائي يعني دخلنا للتاريخ. التحضير الجيد، الأرض والجمهور وعدد الرياضيين المشاركين سبب التألق وتحطيم هذا الرقم. أول حاجة نشكر الجمهور هذا اللي حضر كامل، وأنا ما خيبتش ظنه، يعني حبيت اليوم نرفع الراية الوطنية والحمد لله. الشعب يعني قلت لك انا قلت لك وحدي فوقريك بصح نحس بلي خمسه راهم يطبعوا فيا اضرب. لا بريباراسيون اللي درناها مع ليكيب ناسيونال، لي ستاج تعب، درنا دي ستاج دو بليس دو 20-15 جور، دون سي ديبلاسي لترونجي في لا جورداني في ليجيبت، دونك honnêtement psychologiquement moralement physiquement j'étais prête à monter sur la plus haute marche du podium. هي أحسن مشاركة حتى قبل دخول الكثير من الجزائريين المنافسة، ما يرشح دورة وهران لأن تكون الأحسن على الإطلاق ورقما يصعب تحطيمه في قادم المشاركات.